السلام عليكم خواتي، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله صحتكم لاباس. توجور في قناتكم سبور على ديزاد مع كادي. مرحبا بكم خواتي وبارك الله فيكم على الدعم. خواتي اذا حبيتوا ربي يحفظكم عاونونا بلي لايك، خواتي عاونونا بلي لايك وبارك الله فيكم على الدعم اللي رانا نتلقاوه من عندكم. نبداو خواتي في موضوعنا مباشره، هو موضوع مهم خواتي متعلق بالاعلامي والمناشر حسين جنات، حيث اصبح هذا الاخير يعني اختصاصي في كشف كوارث واخطاء الاتحادية الجزائرية بقيادة خير الدين زتشي. اليوم والبارح تطرق إلى موضوعين. الموضوع الأول اللي غادي نطرقوا له مهم ومهم جدا، وهو مدة العقوبة، حيث قال مدة العقوبة التي حرمت مول الفيرما من الترشح. والموضوع الثاني هي العقوبات أو استغفر الله، هي الأخطاء الكارثية اللي وقعت فيها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في الآونة الأخيرة. نبدأ خاوتي بالموضوع الأول اللي هو العقوبة واللي منعت مول فيرما من الترشح. بالإضافة إلى هذا ندخلوا في الأخطاء الكارثية اللي وقعت فيها خاصة في الآونة الأخيرة. وهنا تعرف أن ما قاله العضو المستقيل باكيري صح، لما قال أن هذه الاتحادية مفرغة من الكفاءات، يعني عدم تواجد كفاءات أو الرجل المناسب في المكان المناسب في هذه الاتحادية. أنا أستغرب كيف سيروا هذه 4 سنين، يعني في فترة قصيرة شوفوا كل الأخطاء اللي وقعوا فيها واللي ذكرها حسين جنات. تخيل 4 سنوات ماذا يوجد من أخطاء، ماذا يوجد من أخطاء. نبدأ خوتي بالموضوع الأول. بسم الله نقرأ خوتي على بركة الله. بسم الله. مدة العقوبة التي حرمت مول الفيرما من الترشح. كثر الحديث على مدة العقوبة التي سلطتها هيئة الملغاشي على مول الفيرما والتي حرمته من الترشح لعضوية أكبر هيئة للعبة في العالم. فهناك من قال أن مدتها 3 أشهر، وآخر قال 6 أشهر منها 3 غير نافذة، وبعض المقربين منه قالوا العقوبة غير موجودة أصلا. لكن ما نسيه الكثير أو أرادوا مرور عليه مرور الكرام هو أن الهيئة الدولية بسويسرا لا تنشر قرارات مبنية على تكهنات، بل كل ما تنشره مثبت وبالدليل وعليه. فالعقوبة التي سلطتها هيئة الملغاشي على مول الفيرما والتي كانت سببا في حرمانه من الترشح تقدر بسنتين كاملتين، يعني 24 شهر والأكثر من ذلك. مول الفيرما أعاد لهيئة الملغاشي كل الأموال التي صرفتها عليه وتذاكر من تذاكر سفر وإقامات بالفنادق و رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف بالمعنى المختصر. باي باي خير الدين زتشي. إذا صح أن هذه العقوبة موجودة ب 24 شهر، حاولوا بعض المقربين ولا الاتحادية ولا حنا نقولوا فرضيات أو كما حنا نقولوا تخميلات، حاولوا يخبوا هذه العقوبة ويغالطوا الرأي العام في هذه الكارثة، وإذا لم توجد فهم على حق وعنده الأحقية في الترشح. لكن إذا وجدت وحابوا يتجاوزوا هذا البند، خاصة بند العقوبات، ولماذا يصرون على تكييف القوانين من أجل هذه الأمور؟ خاصة أي واحد يكون في منصب رئيس الاتحادية ومعاقب يكيف القوانين حسب المقاس، خاصة إذا كان معرض للقانون يدير قانون ولا يكيف القانون مثلا، يدير حتى إذا كان رئيس الاتحادية معاقب من طرف الكاف أو الفيفا يسمح له القانون الداخلي بمثلا الترشح لعودة ثانية. نعطيكم مجرد تخمينات خاطئة والفهم يفهم، وهذا ما تطرق إليه الإعلامي والحسين جنات. وفي الأخير كما قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني الفيفا باش تقول لك عقوبة محلية وعقوبة قارية ليست بالصدفة وليست بالتكهنات، إنما مبنية على حقائق ومبنية على وثائق، وأكثر من هذا مبنية على وقائع مسجلة. يعني الكاف سجلت عقوبة زتشي، الاتحادية الجزائرية سجلت عقوبة زتشي مع الفيفا، إلا أخذها من المواقع، أخذها من المواقع. والسلام عليكم. وكما قال لك جوار معاقب في موزمبيق تجبده، يعني فما بالك رئيس اتحادية. هنا تفهم المختصر المفيد. إذا كانت العقوبة رسمية 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 والخير الدين زتشي معاقب 24 شهر، فالزتشي مقصى تلقائيا بالقوانين الحالية،
اذا لم تكيف القوانين، لان احنا في تكييف القوانين رانا نسمعوه تاع 70 سنه، ما سمعناش قانون العقوبات، ما سمعناش قانون 3 سنين، ما سمعناش كذا، ما سمعناش كذا، يعني امور كثيره، وكلها تتخيل تاع رئيس اتحاديه بتكيف القوانين، هتكيفهم على الامور اللي يخدموه، مش اللي يخدموا الخصم تاعهم، يخرجوا حنايا حاسبيننا مش عارف ناكلوا من ودينا، يقول لك لا القوانين الحاليه تخدم مصلحه الرئيس الحالي، او عليكم تحوسوا تكيفوا فيها، كاش ما شفتوا انتم رئيس يبغي يضر روحه، هذه يعني كاش منها وصاي الناس فاقت والناس والسلطه فاقت والمسؤولين فاقوا والدنيا كاع فاقوا وانتم مازال ما فقتوش، الله اعلم كيف راكم تخموا، والله اعلم اين الكفاءات، والله اعلم كيف سيرت هذه الاربع سنوات، الله اعلم كيف سيرت هذه الاربع، كي شفت صحفي واحد تبدلهم كل هذه الاخطاء فما بالك بالمحتوى، فما بالك بالتسيير، فما بالك بالاخطاء اللي مازال ما سمعناش بهم، ما بالك بالكوارث اللي مازال ما سمعناش بهم، احنا ان شاء الله ما يكونوش، ان شاء الله ما يكونوش، وتكون هذه اتحاديه احترافيه، لكن العام يبان مخريفو. نروحوا للموضوع الثاني واللي الاخطر خاوتي، اللي الاخطر هو كان زوج مواضيع بصح نختاروا هذا لانه يعني كارثي كارثي كارثي، سمحوا لي خاوتي، كارثي. اتحادية ضعيفة جدا جدا جدا، حيث تطرق إلى هذا الموضوع الإعلامي المناجر حسين جنات، حيث قال حدثني مصدر من داخل الاتحادية أن الفيديو الذي نشرته على صفحتي يوم 10 فيفري الجاري والذي تطرقت من خلاله لانتخابات الرابطة الولائية والجهوية وقلت بأنها انتخابات غير قانونية ونتائجها غير شرعية، كون هذه الرابطات نظمت جمعية عامة انتخابية دون عقد الجمعية العادية للرابعة لنهاية العهدة الأولمبية، هذا الفيديو حسب المصدر الذي نقل لي الخبر جعل الاتحادية تتفطن أنها ارتكبت خطأ جسيما، فربطت الاتصال بمختصين في القانون الذين أكدوا لها أن كل الرابطات التي لم تعقد جمعياتها العادية انتخاباتها غير قانونية فعلا، مما جعلها تسارع الزمن لمراسلة كل الروابط الولائية والجهوية بتاريخ 21 فيفري الجاري، طلبت منها عقد جمعيات العادية للمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي قبل 25 مارس القادم، وهو إجراء كذلك غير قانوني أيضا، لأن الجمعية العامة العادية تسبق الاتحاد تسبق الانتخابات وليس العكس. المراسلة أسفل المنشور، لكن بعض الرابطات وخاصة التي عرفت انتخابات رؤساء جدد يبدو أن رؤساءها السابقين يرفضون عقد هذه الجمعيات كونهم غادروا ولم تعد تجمعهم أي علاقة بالرابطات التي كانوا يرأسوها من قبل، وللحديث بقية وهذا الموضوع الشائك ويمكنكم العودة للفيديو الذي نشرته يوم 10 فيفري الجاري والذي نبهت من خلاله هذه الاتحادية تنبهت من خلال هذه الاتحادية لخطأ كبير وقعت فيه وراه ناشر خاوتي الإرسالية، يعني كارثة بمعنى الكلمة. وزاد تطرق لموضوع آخر، موضوع الإجازات، خاصة أن الموب لو أعلم، ونقرأ لكم خاوتي باش ما نغلطش، هكا واحد هل ورطت الفاف مولدية بجاية، لأن بجاية ربما ما عندهاش الحق معاقبة من الفيفا، ما عندهاش الحق تلعب لاعبين جدد، والاتحادية اعطتها اجازات، يعني كارثة بأتم معنى الكلمة، وهذا دور الاتحادية ودور الكفاءات الموجودة في الاتحادية. هذا اختصرت لكم هذا الموضوع، اللي همنا هو قانون الرابطات، قانون الرابطات الولائية والجهوية، يعني انك تعقد جمعية لا تعقد جمعية عادية قبل نهاية العهدة الأولمبية لتمرير التقرير المالي والأدبي وتخليهم حتى يفوتوا ينتخبوا ويكون هناك انتخابات ومن بعد ترسل لهم إرسالية تطلب منهم عقد الجمعية، يعني كوارث. ومع العلم أن الانتخابات صارت، جاوا رؤساء جدد، عدنا قانون ازدواجية المناصب، كذا وأمور كثيرة. وهذا ما يطرقنا الموضوع الجاي خاوتي اللي غادي نهضروا عليه، هو موضوع مدراء الشباب والرياض، الدور تاعهم شنو هي؟ مراقبه، ودور تاعهم كيما حنا نقولوا مراقبه تابعين للوزاره الوصيه، ويسهروا على تطبيق قوانين الجمهوريه، كيف يشوفوا كل هذه الاختلالات
ويسكتوا. غادي نديروا عليه موضوع خاوتي مورا هذا الموضوع، ونبه وزير الشباب والرياضه اين دور هؤلاء المدراء، يجب محاسبتهم ويجب المنادات. مدير مدير عيط لهم سي با نورمال، سي با نورمال كل هذه التجاوزات، مع العلم ان اي انتخابات او اي جمعيه عامه او جمعيه استثنائيه أو يكون مبعوث من وزاره الوصيه، ولما نقولوا مبعوث من وزاره الوصيه اذا كان ولائي او جهوي يكون مدير الشباب والرياضة، أو تكون لجنة تقصي أو لجنة تحقيق أو لجنة مراقبة، الله أعلم كيف البروتوكول ولا كيف التنظيم راه جاري في وزارة الشباب والرياضة، لكن على الأقل يكون هناك لجنة مراقبة من وزارة الشباب والرياضة. كيف لهؤلاء المدراء يسمحوا بكل هذه التجاوزات؟ في مع العلم هذا هو لماذا وضعت قانون ازدواج هذه المناصب، لاتقاء هذه الشبهات واتقاء التضارب بالمصالح. راكم ديروا عليها موضوع، ونبه وزير الشباب والرياضة، يعني كل التجاوزات هذه اللي صرات راهي في وجود وزراء، راهي وجود في وجود ممثلي الوزارات الشباب والرياضة الاتحادية، ولفتنا بالأخطاء، لكن وزارة بحجم وزارة الشباب والرياضة ومدراء تربويين ومدراء على مستوى مديرية الشباب والرياضة يعني الدي جي اس، يعني كارثة بأتم معنى الكلمة. راك نهضروا عليهم خاوتي من الموضوع الجاي، والسلام عليكم وتهلاو في رواحكم خاوتي، وبارك الله فيكم.